الإيمان بالله، الولاء للسلطان، الزوج عن الوطن، يعيش جلالة سلطان قابوس المعظم، يعيش جلالة سلطان قابوس المعظم، يعيش جلالة سلطان قابوس المعظم. عار سلام لجلالة سلطان قابوس المعظم. سلام كيف سلطان البحرية. ها هو الآن المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، يتفضل فيتقبل هدية البحرية السلطانية العمانية من اللواء الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية. وتأتي أو يأتي تقديم هذه الهدية افتخارا واعتزازا لاستضافة قاعدة سعيد بن سلطان البحرية في ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، لاستضافة العرض العسكري الذي شمله القائد الأعلى للقوات المسلحة أعزه الله بمناسبة العيد الوطني 49 المجيد. وفي هذا اليوم المبارك قدمت قوات السلطان المسلحة استعراضها على ميدان الاستعراض بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية بمناسبة العيد الوطني 49 المجيد، اعتزازا وتقديرا لما تحقق لها من تطور وإنجازات، حيث شملها جلالته حفظه الله ورعاه بعنايته الكريمة عشتم لنا رمز الأمان.
هكذا مشاهدينا الكرام نقلنا لكم على الهواء مباشرة الاستعراض العسكري تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بمناسبة العيد الوطني 49 المجيد على ميدان الاستعراض بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية بولاية المصنعة في محافظة جنوب الباطنة. لكم في ختام الحفل تحيات الزملاء من مهندسي وفنيي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومن المخرج سعيد بن ناصر المالكي والزميل يوسف بن حميد اليوسفي والعميد الركن حسن بن علي المجيني ومني إبراهيم بن سيف العزري. عشتم لنا رمز الأمان.